حقق وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين خلال مشاركته ضمن أعمال الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب إنجازا من خلال تكريم سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي عضو مجلس الشورى رئيس الوفد من قبل الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات بمؤتمره في جامعة الدول العربية يوم أمس. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة سعادة السيد فؤاد الحاجي عضو مجلس الشورى رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال الاتحاد. بعد التحية نرحب بك ونبارك لك هذا الفوز. طبعا هل لك أن تحدثنا عن تكريمكم خلال مؤتمر الرواد الكشفيين في جامعة الدول العربية وكيف ترون أهمية هذا الإنجاز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا لك والله يبارك في حياتك. يعني اعتبرنا تكريمي من قبل الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات في جامعة الدول العربية بالقاهرة وبحضور يعني مئتين مدعو من مختلف الدول العربية والأجنبية والمنظمات الكشفية العالمية. نعم. وعدد من يعد من إنجازات مملكة وتكريم لمملكة البحرين. هذا يعتبر إنجاز لمملكة البحرين بحضور هذا الحشد الكبير الذي ضمهم وضمتهم القاعه مع التكريم. وكل الكل مثمن لدور البحرين وقيادتها الحكيمه في دعم الكشافه على مدى عقود من الزمن، وهذا ايضا يضاف الى سجل انجازاتنا الوطنيه والى ابناء البحرين بعد هالانجازات داعت صيتها، واحنا لم نفاجأ يعني بالإشادة الجميع بشباب البحرين في إنجازاتهم في المحافل الدولية وكسبهم في تنافس شريف. نعم. مع دول يعني كبيرة في العالم وعلى لها تاريخ عريق في الرياضات، إنما البحرين أثبتت وداع صيتها وكان هذا محل إعجاب للجميع، والكل أشاد بمملكة البحرين وبقيادتها الحكيمة وعلى رأس قيادتها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى حفظ الله ورعاه، لأن الكل قدر توجيهات سيدي جلالة الملك وإرشاداته، وهالمكانة اللي وصل إليها شباب البحرين بفضل دعم جلالة الملك إلى هذا القطاع الخاص. نعم سيد فؤاد، يعني من خلال سنوات عملكم بالاتحاد قدم لنا نبذة تاريخية ومختصرة طبعا عن الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، وما هي أبرز الأهداف التي يقوم عليها هذا الاتحاد؟ وأنا أختي الكريمة صار لي 12 سنة تقريبا عضو في الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، وهو يضم نخبة من البرلمانيين في العالم العربي، واحنا يعني في هذا اسمحي لي يعني أشيد وأشكر يعني الأخوة من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات ومن المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية تونس على دعمهم دائما إلى مقترحات مملكة البحرين في المحافل العربية والدولية. نعم. ساندتهم لمملكة البحرين. يعني الله يسلمك أهداف اللي هي سن التشريعات، أهداف اللي يقوم عليها الاتحاد البرلمان الكشفي البرلمان العرب هي سن التشريعات وسد الفراغ التشريعي في اللي هو يحمي الحركة الكشفية وتقديمها مقترحات قوانين من خلال برلماناتهم وتوجيه هذه المقترحات إلا اللجنة المختصة لدراستها وأصدار القوانين حتى تكون هذه الحركة، لأن في بعض البلدان الحركة الكشفية تحت إدارة وزارات الدولة وبعضها لا، يعني جمعيات أهلية وتختلف من بلد لبلد. بعض الدول هي وزارة التربية والتعليم، دول أخرى وزارة الشؤون الاجتماعية، فلابد من سن والمحافظة على هذه الله يسلمش اللي هو الحركة الكشفية وحمايتها بالقوانين. نعم. اللي انسنها وتشريعاتنا لها، واحنا الحمد لله جارين
على هذا العنوان. نعم. وان شاء الله نحاول ان هذه الحركه يعني كما اسهمت في السابق، نعم، تسهم في المستقبل في خلق جيل من القاده المنتمين لاوطانهم والمعتمد، نعم، اوطانهم عليهم في حاضرهم ومستقبلهم ان شاء الله. من القاهره سعاده السيد فؤاد الحاج عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.